هلا والله بالشغالة البطلة. أنت أول مرة تجي السعودية؟ أول مرة. طب كيف كلام عربي؟ أنا أول في شغل في دبي. دبي؟ دبي. هلا والله بدبي وأهل دبي. مرحبا الساعة. مرحبا الساعة يا أبويا. أكيد بديتك الشغالة البطلة. بهالمناسبة هذه تنزل لي أحلى أغنية. أوكي. خمس الحواس سائلني عنك وقلبي فيه جرحين، جرح التجافي والتجني وجرح سكر في قلبي سني. وخمس الحواس سائلني. هذه الشغالة الجديدة توني مطلعها من الوكالة. ما شاء الله، فاشينيستا دي ما هي شغالة، ايش اسمها؟ ميري. ميري؟ طب ليه ما نسميها ميسي؟ وين منفردة بهجمة هي؟ خلوها على اسمها لا تغيرونه. مين ذي؟ لا تقول لي الخدامة الجديدة. الا الخدامة الجديدة هذه مو حقت شغل وكرف، هذه حقت دلع ومكياج. رجعها رجعها يا عامر. وين لبن هي؟ أقول لك رجعها الحين. خلاص خلاص ودي مكتب. تعال. وين وديها؟ أنا دافع فيها 20,000 وقاعد ينتظرها 6 شهور بس. هذا هو على كلام أمك، وديها وديها. وانت صادق يبا وعليها ضمان 3 شهور، يعني إذا بزوطت نقدر نرجعها. متأكد؟ جربيها يما. نجربها. خذيها يا مشاعل وديها فوق. والله حرام عليكم، فجعتوها المسكينة. يلا امشي قدام يمشي. اسمعي يا ابو عامر، شغالة وجبناها لك، بس اسمعي انا ما بيها تدخل المطبخ ولا تقطع جلطة ولا تغسل مواعين ولا تلبس شيء في المطبخ كله ولا تقرب ملابسي. فهمت الكلام ولا لا؟ اجل وشو اللي جايبينها؟ جايبينها لامك تبي شغاله مثل الناس. عجيب والله. ميري يا ميري. سابقا وين راحت؟ ميري حوادث الطرق. وضحايا حوادث الطرق. ميري عامر شفت ميري؟ لا ما شفتها. صار لي ساعه ادور عليها، وين راحت؟ يمكنها زبنت. وش زبنت؟ يعني اخذت عفشها وهجت. هاو يلا خلصينا، نظفيها زين، نظفي الشمعات. حاضر بابا حاضر. اي حاضر، بس نظفيها. واذا خلصت نظفتها روح اجيب المكنسه ونظفي السياره من داخل. طيب طيب بابا طيب. طيب طيب وش بلاس انت زعلانه؟ ما شاء الله ما شاء الله، كارفه من الصبح يبا. اي طبعا نكرفها، انا ابيها بعد ما تخلص تروح تنظف السطح والدرايش. شوفوا والله يا معامر، في هذا حللنا ال20,000 اللي دفعنا فيها. ولا تنسى يبقى 1,500 راتبها. وصادق ابوك، خلصينا يلا بسرعه.